وهو الفهم عن الله ده بيعمل إيه؟ بيعمل ثلاث حاجات. قواعد الفهم عن الله 30 قاعدة بتوع السنة دي هيعملوهم. الحاجة الأولانية يحللك مشاكل في حياتك. أنا اتوجعت ليه في الموقف ده؟ أنا ليه بيحصل لي كده؟ أنا صحتي النفسية، اوعى تفرط في صحتك النفسية، اوعى تخسر صحتك النفسية. يحصل اللي يحصل، إلا صح طول ما صحتك النفسية بخير أنت بخير. عمال يفهمك في الحياة. هنحط 9 قواعد السنة دي إزاي تتعامل مع الحياة، إزاي تنور الحتة المظلمة في حياتك. 9 قواعد. يبقى ده أول حاجة هيعملها الفهم عن الله، ينور لك حتة في حياتك. الحاجة التانية، إزاي تقرب من ربنا وتحبه أكتر. نفسي أوقف الذنب الفلاني، نفسي أحس إن أنا بحب ربنا، نفسي رمضان السنة دي يبقى أحلى رمضان في حياتي، نفسي أجيب ليلة القدر. 10 قواعد السنة دي إزاي تقرب من ربنا وتحب ربنا، دي الحاجة التانية. الحاجة التالتة والأخيرة، إزاي تحسن علاقاتك مع الناس. أغلب وجع الناس من الناس، وأغلب ألم الناس من الناس، وأغلب جروح الناس من الناس، وأغلب دموع الناس من الناس. إزاي تحمي نفسك من أذية الناس؟ إزاي تبدأ العلاقات صح؟ وإزاي لا قدر الله لو اضطريت تنهيها تنهيها صح؟ كل دي 8 قواعد في البرنامج. إيه ده؟ يعني قواعد مع الحياة، قواعد مع الله، قواعد. ده برنامج الفهم عن الله، ودول 30 قاعدة، وده قيمة كلمة الفهم عن الله. برنامج الفهم عن الله السنة دي هدفه الوصول إلى الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه. ليه يعني؟ كل القواعد بتصب في الإحسان، الجامع لكل القواعد الوصول إلى الإحسان. ليه يعني؟ ما أنت تفهم وتفهم وتفهم لغاية ما تحبه، وتفهم 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 لغاية ما تحس بيه، وتفهم 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 لغاية ما تعرف أن الوجع اللي كان وجع كان رحمة من الله وأنت ما كنتش واخد بالك. لما فهمت حسيت بيه فعبدته كأنك تراه. تفهم وتفهم وتفهم فتحل الألغاز اللي كانت ألغاز شايفها في حياتك، فتقول له يا رب أنا فهمت يا رب، فيمكن تلاقي دموعك بتنزل. وعلى فكرة القرآن كده، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. عرفوا في القرآن يعني فهموا، لما فهموا بكوا فحبوه فحسوا بيه فوصلوا للإحسان. وهو الإحسان إيه غير أنك تحس بيه؟ انت حس تقول ان البرنامج كله هدفه الوصول الى الاحسان. لو وصلت للاحسان انت فهمت كل حاجه. حارثة صحابي من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان عنده 18 سنه بالمناسبه، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له كيف اصبحت يا حارثة، اخبارك ايه، صحي ازاي، بيكلمه صباح الخير يعني. فقال اصبحت مؤمنا حقا يا رسول الله. ايه ده؟ قال يا حارثة ان لكل قول حقيقه، فانظر ماذا تقول. ايه الكلام الكبير ده؟ عنده طمع صغير. قال يا رسول الله اصبحت وكاني ارى عرش ربي بارزا. الاحسان وصل، كاني ارى عرش ربي بارزا، ان تعبد الله كانك تراه، وكانني ارى اهل الجنه يتنعمون في الجنه، فاسهرت ليلي بالقيام واظمأت نهاري بالصيام. قال يا حارثة عرفت فالزم. انت عرفت كل حاجة. الفهم عن الله هيوصلك للإحسان. لو فهمت وفهمت هتيجي على 10 الأواخر، وإن شاء الله تبعت لي، إن شاء الله تدعي لي، أنا بدأت أحس قوي، أنا حسيت بالله، أنا وصلت للإحسان. وبالتالي حلقة النهاردة مش حلقة مقدمة، حلقة النهاردة أهم حلقة، لأن حلقة النهاردة افهم الإحسان، افهم تلت دينك، لأن تلت دينك هو الإحسان. طب هو الإحسان ده يعني حجمه قد ايه في ديننا؟ الاحسان تلت ديننا. عارفين حديث جبريل لما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى فكره جاله مش في صوره ملائكيه، المره الوحيده اللي جبريل ياتي للنبي في صوره بشريه، ويدخل من باب لغايه النهارده اسمه باب جبريل جنب باب الروضه على طول، عشان كل الصحابه يروا الحديث ده ويبقوا مركزين قوي. وقام ساله 3 اسئله، يا محمد ما الاسلام؟ ما الايمان؟ ما الاحسان؟ ايه ده؟ ده سأله 3 أسئلة بس. والنبي قام قايل لعمر بن الخطاب أتدري من السائل؟ تعرف مين اللي سأل؟ قلت الله ورسوله أعلم، لأنه جه في صورة بشرية. قال إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. عارفة لو قال يا منا من دينكم يبقى في حاجات تانية، لكن طالما قال دينكم يبقى هو كل ده دينكم، إسلام إيمان إحسان. إيه ده يعني الإحسان تلت ديننا؟ إيه ده بس المسلمين مش حاسين بالإحسان؟ إحنا عايشين بتلتين ديننا.
ما فيش صفحة في القرآن إلا فيها إحسان. أكتر موضوع ذكر في القرآن هو الإحسان، لأن كل ما أنت ماشي في القرآن هتلاقي كلمة الحسنات. ما هي الحسنات؟ إنك تعملها بأحسن ما عندك، ما هو ما سمهاش الطاعات، الحاجات الحلوة في ديننا اسمها حسنات من الإحسان. ما هي أسماء الله اللي هي كلها في القرآن اسمها أسماء الله الحسنى؟ لأن كل ما تحسن ربنا يملأك بأسمائه الحسنى، لأن الجامع لصفات الله هو الإحسان. فكل ما تعيش بالإحسان تحس وتفهم أسماء الله الحسنى، تشربها شرب لأنك عشت بالإحسان. بس تحس بالله، إيه ده؟ ده موضوع كبير جدا في ديننا، موضوع كبير جدا في ديننا. طب هو ليه مهم كده جدا في ديننا؟ لأن الإحسان ببساطة إنك تفعل إحساسك بالله. أنت مش حاسس بيه، أنت بتصلي، أنت صايم رمضان بقالك 20 سنة مش حاسس بيه. الإحسان هو تفعيل إحساسك. يا أخي حس بقى، حس بالله بقى، إيه ده؟ هو ده الإحسان؟ يعني أنا لو بدأت أحس أنا جبت الإحسان، أنت جبت أعلى حتة في الدين الإسلامي. يعني الإحسان في الآخر إيه؟ حاسس بربنا قوي لما بذكره، أنا مش بغبغان، أنا حاسس باللي بقوله، مركز، عندي وعي باللي بقوله، حاسس بيه زي حاجتها كده. لما بقرأ قرآن بحاول أحس إن ربنا بيكلمني. أنا بدأت أفهم القرآن، ده أنا كنت مش فاهمه خالص. أتاري ولقد يسرنا القرآن للذكر. كل ما تحس تفهم. إزاي وأنا مش فاهم لغة عربية؟ ما هو ده من معجزات القرآن، ولقد يسرنا القرآن للذكر. فهل من مدكر حد يحس عشان أفهمه؟ كل ما تصلي، أنا الحقيقة صلاتي بعملها بالعافية، أداء واجب، طب حس كده، الله دي حلوت قوي. الإحسان هو تفعيل الإحساس، اعمل أكتيفيشن للإحساس. قوالب تدخل جواها الإحسان فتحييها. الصلوات الخمس والصيام، مش هو ده الإسلام؟ والإيمان بالملائكة والكتب، دول هم قالب دينك. فين الإحسان؟ مفيش إحساس، مش متفعلين. إيه ده إيه ده؟ أنت عايز تقول إيه؟ أنت عايز تقول أن الإحسان هو روح الدين الإسلامي؟ بغيره يكون الإسلام والإيمان شكل بلا مضمون؟ صح، الإحسان هو روح الدين، من غيره ولا حاجة. عشان كده الملايين بيصلوا وبيصوموا وحال الإسلام هو هو. لو 1% من المسلمين بقوا محسنين فعلوا الإحساس، تتغير حياة المسلمين. احنا عايشين بتلتين ديننا مش بالتلت التالت. احنا نزعنا المادة الفعالة من الدواء اللي هو الإحسان. الله، انا عشان كده انت بتقولي ان هو ما فيش صفحة في القرآن عشان كده تلت ديننا، عشان هو المحرك للتلتين التانيين، هو ده الإحسان. طب انا فهمت، انا فهمت. اوصله ازاي بقى؟ فعل الإحساس. طب معلش ساعدني اكتر، قولي حاجات، كل ده فهم عن الله، قولي حاجات تساعدني فعل الإحساس اكتر. 1، الذكر. الذكر، أذكر ربنا. ما هو الذكر فاذكروني أذكركم. اسكتوا كده كلكم يا جماعة اللي بتشوفوني، اسكت كده خالص، قل لا إله إلا الله والله العظيم يذكرك الآن. شفت حصل على طول؟ أول ما تذكر ربنا قناة اتصال تتفتح، قناة اتصال مع السماء. الذكر، الذكر رائع في تفعيل الإحساس، بس بشوية تركيز. الذكر، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه الملائكة والأنبياء. أدي أول حاجة أهو، أديني أنا بسهل جدا. الأول قلنا يعني إيه فهم عن الله، وبعدين قلنا أقوى حاجة في الفهم عن الله أنك توصل للإحسان، وإن النهاردة أول قاعدة افهم الإحسان تلت دينك، وبعدين قد إيه الإحسان مهم، وبعدين وصلنا أن الإحسان دون هو ليه مهم، لأن روح الدين الإسلامي، من غير الدين الإسلامي قوالب بلا مضمون. وبعدين وصلنا، طب أجيبه إزاي؟ قلنا أول حاجة الذكر. صح، ماشيين معايا ولا تهتوا مني؟ يعني أرجوكوا يعني. وبعدين وصلنا أن الإحسان ده أجيبه إزاي؟ 1، تجيبه بالذكر، ورد الذكر. طب و2، أجيبه إزاي؟ تعيش 30 يوم في رمضان بمنازل الروح السبعة، زي ما عملنا السنة اللي فاتت في الفهم عن الله. إيه هما السبع منازل للوصول إلى الإحسان؟ التقوى، ها، اليقين، 3، التوكل، 4، تسليم، 5، الرضا، 6، العبودية لله، 7، محبة الله. أنتوا ناس رائعين، تقدروا تروحوا. 7 منازل يوصلوك انك تكون من المحسنين. طب وش معنى السبعه دول؟ لانه كلهم في القران مربوطين بالاحسان. ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.
إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. التسليم، مش هقولهم كلهم يعني، التسليم: ومن يسلم وجهه لله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. ما فيش حد متدين أحسن من تسليم مع إحسان. إيه ده؟ فأنت عشان كده بتقول يوصلونا للإحسان. طب وبرنامج الفهم عن الله بيعمل إيه؟ بيفهمك السبعة. شفتوا احنا عمالين بنربط. ايه ده؟ يعني احنا جايين هنا طول الشهر هنعمل ايه؟ كل 3 ايام ناخد منزلة من السبعة، تلاقي نفسك بتقرب من الاحسان خطوة، تقرب من الاحسان خطوة، مع الذكر، مع العبادة، مع رمضان. انت ان شاء الله هتوصل ليلة القدر بإذن الله. ممكن تعيش معايا الرحلة؟ ممكن زي ما الشباب طلعوا دول معايا الرحلة ومعانا بقيتنا موجودين ورا الكاميرا هنبدل مع بعض، ممكن عشان خاطري تطلعوا معانا الرحله زي ما احنا طالعينها كده. فالسبع منازل دور برنامج الفهم عن الله يعيشك السبعه. انت فهمت؟ انت وصلت للاحسان. هو البرنامج ده دين ولا دنيا؟ الاثنين. هو البرنامج ده حياه ولا تعبد في رمضان؟ الاثنين. هو الاحسان ده ايه؟ الاحسان ده قماشه واسعه قوي، يبدا روحي احساس عميق بالله وبعدين يبدأ يمتد أوتوماتيك من غير ما تتعب نفسك. هتبص تلاقي نفسك بتتحسن. والله ما مطلوب منك يا زكريا طول شهر رمضان وطول الرحلة معايا غير حاجة واحدة: فعل إحساسك بالله بس. أذكر، عيش معايا المنازل السبعة، هتفهم.